بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والأسبوع 23 من الدوري العام الممتاز المصري، البطولة المفضلة للمارد الأحمر. طبعا النادي الأهلي هو صاحب البطولات والإنجازات، صاحب ال 41 دوري، ودايما نسر الأهلي بيحلق في سماء الدوري المصري. المتصدر يدخل المباراة اليوم بحثا عن الفوز العشرين، والأرقام لا تكذب، الأهلي متفوق على الجميع، وكعادة الأهلي دائما الأهلي في المقدمة، وطول عمره هيكون في المقدمة. وزي ما شفنا من كام يوم، الأهلي تصدر ترتيب الأكثر تتويجا في العالم في تقرير نشره موقع ترانسفير ماركت، أكبر مواقع المتخصصة في إحصائيات كرة القدم في العالم، وقادر على زيادة البطولات بالفوز بالدوري وحسمه مبكرا بإذن الله، والفوز بعد ذلك بدوري الأبطال الأفريقية، وقادر إنه يحافظ على درع الدوري في دولاب بطولاته إن شاء الله. الأهلي طبعا هو الأقرب وبفرق كبير عن أقرب منافسيه، لكن البطولة لسه ما اتحسمتش، وكلنا عارفين إن هي لسه ما اتحسمتش، ولكن هدفنا نحقق الفوز في جميع المباريات اللي فاضلة اللي جاية كلها إن شاء الله، ونحسم اللقب مبكرا، لأن الأهلي ملك البطولات.